يمثل صرح الميثاق الوطني رؤية ملك وقصة شعب، وهو صرح للهوية البحرينية وتتويج لأعظم الإنجازات الوطنية في تحفة معمارية تذكرنا بأبرز ما يجمعنا. صرح ميثاق العمل الوطني رمز النماء والازدهار البحريني الذي أسس لبحرين دستورية مؤسساتية عصرية حديثة لا يحكمها سوى القانون العادل الذي أتاح لحريات رحبة شملت كل جوانبه المنظمة لحياة المواطن البحريني استنادا إلى إرث حضاري ثقافي متين أسس لواقع مزدهر تنعم به البحرين. الوثيقة السياسية الأبرز في تاريخ البحرين توافق عليها شعب المملكة في ديسمبر عام 2000، وتجسدت بنيانا مرصوصا شامخا بمبادئه الراسخة وأفكاره التأسيسية الطموحة التي رسمت مسار العمل الوطني الطموح في حاضره ومستقبله. الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي أجري في 14 من فبراير عام 2001 أظهر موافقة شعب مملكة البحرين عليه بنسبة 98.4%، تأكيدا منهم على ما وصلت إليه جنبات الميثاق من ذروة التطور الديمقراطي في كافة أرجاء المملكة ومجالاتها الحيوية. سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله كان قد أكد على أهمية هذه الوثيقة بالنسبة للبحرين بأنها تعد فتحا جديدا في تاريخ البحرين، كيف لا، والميثاق هو الحاضنة التي بلورت لبنات مشروع جلالته الإصلاحي أيده الله وما رافقه من تطور كبير ساهمت به بكل عزيمة وإخلاص سواعد أبناء البحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.